احنا معانا على الهاتف اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ووكيل المخابرات العامة سابقا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك. اهلا بحضرتك معانا. الحقيقة انه الرئيس السيسي بيقول دايما على الفريق العصار انه رجل دولة من طراز فريد، و يعني عاصر حروب، حرب الاستنزاف وحرب 73، وكان له إنجازات يعني يطول شرحها، ولكن محتاجين نعرف شيء عن الفريق العصار الإنسان. الحقيقة يعني أنا بتقدم بواجب العزاء للقوات المسلحة ولأسرة البطل، أنا بعتبره شهيد لأنه يعني قام بأعمال بطولية في تاريخه الطويل 45 أو 50 سنة وهو يعمل لصالح هذه الدولة. الشعب المصري كله بيشعر بحالة من الحزن والأسى على وفاة هذا البطل اللي هو يعتبر من رموز القوات المسلحة، ساهم زي ما حضرتك قلت في حرب الاستنزاف وفي حرب أكتوبر، وتقلد العديد من المناصب في القوات المسلحة، كان آخرها ملف التسليح ومن الملفات الهامة لإعادة بناء القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية. أنا كعضو في لجنة الدفاع والأمن القومي أشهد هذا الرجل بالخلق الطيب والهدوء والحكمة، وكان قائدا بمعنى الكلمة، تتوافر فيه كافة الصفات الواجب توفرها في القيادة الرشيدة. كان عضو في المجلس العسكري اللي قاد مصر وخرج بها من النفق المظلم في ما بعد فترة حالكة السواد كادت أن تجعل مصر دولة فاشلة. كان هذا الرجل أحد أبطال القوات المسلحة اللي قدر مع رفاقه من المجلس العسكري قيادة مصر في فترة حرجة جدا، بحكمة وبهدوء، وكان مسؤولا على ملف الشؤون الخارجية في مع المجلس العسكري، وطبعا كانت مصر بتتعرض لضغوط من هنا ومن هناك من الخارج، وكان ملف غاية في الدقة في الظروف دي، واداره بشكل حكيم ورقيق وانساني، انسان بمعنى الكلمة. لجنة الدفاع والأمن القومي عقدت معه عدة لقاءات اطمأنت فيه إلى أن هناك طفرة في مجال قطاعات الإنتاج الحربي لتوفير السلاح المصري واكتفاء الذاتي من العديد من أنواع التسليح اللازمة لقواتنا المسلحة. آخرها كان يمكن أقام كلية لتخريج المهندسين اللازمين للوفاء باحتياجات قطاعات الإنتاج الحربي. كان رجل بمعنى الكلمة، رجل وطني ورمز من الرموز التي سيذكرها التاريخ، لأنه له علامات وبصمات واضحة في قواتنا المسلحة وفي العمل السياسي في على مستوى الدولة. رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان وألهم الشعب المصري، وإحنا يعني راضين بقضاء الله وربنا يرحمه ويجعله من الشهداء والصديقين. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ووكيل المخابرات العامة سابقا، على هذه المداخلة الكريمة. رحم الله الفقيد الفريق محمد سعيد العصار، خالص التعازي للقوات المسلحة وللشعب المصري بأكمله.